اهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقتنا، وناصر الى الملف الثالث وهو ملف الدستور الجديد. السيد عمرو موسى رئيس لجنه الخمسين المعنيه بوضع الدستور الجديد اكد ان اللجنه اللي هي لجنه الخمسين ستحسم امرها من الجدل المثار في الفتره الحاليه بشان تعديل دستور 2012 او وضع دستور جديد، وقال ان هو هيستعرض كل الاراء السياسيه والاراء القانونيه وستوضع على مائده البحث. في الحقيقه عمرو موسى كشف في تصريحات صحفيه ادبيه للصحفيين ان اجمالي المواد التي طارتها يد التغيير والتعديل سواء بالحذف او الاضافه 202 ماده من اصل 236 ماده في دستور 2012. يعني من دستور 2012 كان في 236 ماده، في 202 ماده طارتها يعني يد التغيير سواء كان بالحذف او بالاضافه، يعني بنسبه تغيير حوالي 86%. اذا نحن امام منتج جديد وامام واقع دستوري جديد بعيد عن هذا الجدل. مش عايزين نخش بقى في متاهات، لا ده دستور 2012 في النهايه، ده انا بتكلم النهارده في 202 ماده تعدلوا، يعني اذا ده اعتقد ان ده دستور جديد. اعتقد يعني ان نسبه 86% من التغيير ده دستور، يعني ده يعد دستورا جديدا. في الحقيقه الجمهوريه صفحه 3 بتهتم بنشر تصريحات عمرو موسى بتقول مؤكدا ان التغيير شامل. موسى بيقول التعديل في دستور 2012 بلغ 86% من المواد حتى الان. والاستاذ محمد سلماوي المتحدث باسم لجنه الخمسين بيقول ان في اتجاه قوي لتحديد كوتا للمراه والاقباط وتمثيل عادل للعمال والفلاحين. المصري اليوم في الصفحه الاولى بتقول لجنه الخمسين اصدار دستور جديد لا يحتاج اعلانا رئاسيا. في الحقيقه هو كان البعض بيقول نعدل الاعلان الدستوري اللي كان اصدره الرئيس عدلي منصور، مؤقت عدلي منصور، على اعتبار ان هو كان ذكر في الاعلان ان هي تتولى تعديل الدستور القديم. طبعا احنا امام دستور جديد، لكن هو بيقول ان احنا مش محتاجين اعلانا رئاسيا، والغاء المجلس الاعلى للصحافه وعدم اخضاع الصحف الخاصه لجهاز مركزي للمحاسبات. الوفد في الصفحه الثانيه مشايخ سيناء يطالبون لجنه الخمسين بالتاكيد على المواطنه وتعديل المادة 20 في الدستور. وتيار الاستقلال يحذر بيقول سنحشد للتصويت بلا أو برفض الدستور إذا أبقى على المادة 219. وأنا من هذا المكان بضم صوتي لصوت تيار الاستقلال وأقول إن إحنا إذا ما كانش عندنا هيكون عندنا دستور مدني يعبر عن طموحات الشعب المصري في الحرية والديمقراطية، طموحات الشعب المصري في إقامة دولة مدنية عصرية ديمقراطية، مش دولة دينية أو شبه دينية أو دولة واخدة الريحة الدينية، أعتقد إن إحنا كلنا هنخرج وهنصوت برفض هذا الدستور. وهذا الدستور إذا انطوى على أي مواد فيها نوع من محاولة فرض الدولة الدينية علينا بالمادة 219 أو غير من المواد، هنكون أول من يخرج لنرفض هذا الدستور. والوطن في صفحة 3 في الحقيقة أيضا تتحدث عن أن في اتجاه قوي لوضع كوتا للأقباط، وبتقول لجنة الدستور اقتراح بكوتا للأقباط وتأجيل مناقشة مواد الجيش، اتجاه لإلغاء مجلس الشورى. وموسى بيقول الثوار لا مساس بمواد القوات المسلحة. في الحقيقة ده اللي بيقول عمرو موسى للثوار، وفي أن في اتجاه قوي أن هم يعملوا كوتا للأقباط. في الحقيقة طبعا لسه ما فيش تفاصيل، وأن الموضوع ما زال في أزمة خاصة بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة. يعني هم بينتظروا نتائج اللجنة المصغرة أو نتائج اللقاء اللي هو ممكن يعقد، يعني هو لسه ما تعقدش مع الفريق عبد الفتاح السيسي عشان يشوفوا الاختلاف الخاص بهذه المواد، وخصوصا أن ممثلي الجيش يطالبان بأن الجيش هو اللي يختار وزير الدفاع. طبعا في رفض لهذا، ده معناه أن الجيش خلاص أصبح بينفرد بوضع غريب في البلد، وأصبح بينفرد بأن هو خارج المنظومة الرسمية للدولة. فطبعا دي كلها مسائل محل جدل لم تحسم حتى هذه اللحظة، لكن الأهم في الموضوع أنه يعني يجري التفكير بشكل قوي لتخصيص كوتا للأقباط والمرأة في الدستور. أعتقد أن هذا لو حدث يعني أعتقد أن هيكون خطوة مهمة جدا وخطوة غير مسبوقة، أن الأول مرة الدولة بقى تعترف أن الأقباط لهم مشاكل والأقباط مهمشين، ومطلوب يكون في آلية لإنهاء تهميش الأقباط. يعني النهارده عشان نتكلم ان الاقباط ينزلوا انتخابات بشكل فردي مش متاح لكل الناس ان يقدروا ينزلوا، واللي هينزل مش بالضروره انه ممكن يكسب الا اذا كان له ظروف خاصه في دايرته، ان هو قد يكون له وضع معين، له شعبيه، له رصيد معين. مش كل الاقباط عندهم هذا يعني هذا الوضع. فاعتقد ان هذا لو حدث هيكون خطوه فارقه. ده كان الموضوع الثالث. هنروح بقى لمجموعه اخرى من الاخبار. في الحقيقه الفريق عبد الفتاح السيسي كان حضر ندوه لقاء بعنوان قاده وبطولات نظمتها اداره الشؤون المعنيه بالقوات المسلحه. فريق السيسي قال تصريحات مهمه، يعني هو الراجل بيحاول يحسم الجدل لكن واضح ان احنا مصرين. يعني النهارده واحد بعت على الايميل دعوه حمله اسمها لدعم لترشيح فريق السيسي لرئاسه الجمهوريه. فريق السيسي بيقول ان الجيش لا يدعم احدا في انتخابات الرئاسه. الكلام ده قاله فريق السيسي في تصريحات في ندوه قاده وبطولات، وقال ان الجيش لا يدعم احدا، وان الشعب المصري هو الذي يختار رئيسه، هو الذي يختار حكامه، هو الذي يعزلهم، وان الجيش سيبقى خارج هذه اللعبه وخارج هذه المعادله. ده كلام الفريق السيسي في المصري اليوم. روزا اليوسف بتنشر تصريحات مهمه للواء احمد وصف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيقول من يقترب من ارضنا هنقطع رقبته. معانا يا جماعه روزا اليوسف، اللي هيقرب من ارضنا هنقطع رقبته، لا يمكن ان انشق على القياده الحاليه وسيناء تحت السيطره الكامله. نفس الموضوع بتقوله الاهرام في الصفحه الاولى، انذار شديد اللهجه للارهابيين بسيناء. الاهرام
انذار شديد اللهجه للارهابيين بسيناء. احمد وصفي لمن بيوجه رساله لمن يقف وراء التكفيريين: اتقوا غضبه جيش مصر. بيقولوا اتقوا، دمرنا انفاقا صنعت 100 مليونير ومن ياتي الينا سنقدمه. تخيلوا الانفاق دي عملت مليونيرات، عملت بارونات الانفاق دي. في الحقيقه في معانا الوفد في الصفحه الثانيه، كان في خبر امبارح اتقال، خبر امبارح اتقال ان في اتجاه بعد عيد الاضحى يكون في تعديل وزاري، ان رئيس الوزراء عمل يعني في مجموعه تقارير بيرصد بها اداء الوزارات وان في اداء ضعيف للوزارات. في الحقيقه النهارده مجلس الوزراء بينفي على لسان الدكتور شريف شوقي المتحدث باسم مجلس الوزراء، وبيقول في صفحه الوفد الصفحه الثانيه: الحكومه تنفي اجراء تعديل وزاري قريبا. يعني كان الكلام ده 12 امبارح، فهم بينفوا ما فيش اي اتجاه لتعديل وزاري قريبا. وروزا اليوسف في صفحة 3: الحكومة في الحقيقة بقى ده موضوع مهم. في روزا اليوسف صفحة 3: الحكومة تقرر معاقبة من يثبت إهانته العلم والنشيد الوطني. يعني ده مشروع قرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية وبعته للحكومة. والوفد الوطن الوطن في الصفحة الثالثة: الحكومة تقرر الحبس 6 أشهر لجريمة إهانة علم مصر أو عدم الوقوف عند عزف السلام الوطني. ومجلس الوزراء يدعو الشعب للاحتفال في 6 أكتوبر. في الحقيقة معنا خبرين ومداخلة هنخدها الدكتور نجيب جبرائيل. الوطن في الصفحة الثالثة: الكنائس تخصص 19 أكتوبر للصلاة من أجل عودة 11 فتاة مسيحية مختطفة. والأم مكاريوس أسقف المنيا بيقول للتصريحات الوفد أن محاولة اغتيالي هي جس نبض الحكومة. معانا على التليفون الأستاذ الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. أهلا يا أستاذ سامح، إزي حضرتك؟ أهلا بيك يا دكتور نجيب، أهلا وسهلا، مساء الخير. الله يخليك يا دكتور نجيب. دلوقتي في معانا اخبار مهمه خاصه بالاقباط، ان في 11 فتاه مسيحيه من القاصرات يعني المختطفات، ده اللي معانا، وان الكنائس خصصت يوم 19 اكتوبر، كنيسة الثلاثة اتفقوا ان هم يخصصوا هذا اليوم من اجل الصلاة لعودة يعني هؤلاء او يعني تلك الفتيات الضحايا. يعني انا اعتبر عارف دكتور ان حضرتك ليك نشاط بارز واضح في هذه القضايا، احب اعرف راي حضرتك في هذا الموضوع. هو الحقيقة يا استاذ سامح، ملف اختطاف البنات الفتيات وخاصة القُصر ملف شائك للاسف الشديد، ان من يقوم بخطف هذه او هؤلاء البنات يعني نحن نعلم اين هم موجودين واين يتواجدون، وايضا من الذي قام باختطافهم. وبالتالي يعني نحن نستعجب من عجز الحكومه وخاصه جهات الامن عن الوصول الى هؤلاء. يعني في ذات مره تحدثت مع وزير الداخليه السابق اللي هو اللواء احمد جمال الدين، نعم، فيما يتعلق بفتاه الضبعه، وايضا فيما يتعلق ببعض الفتيات الموجودين خاصه في منطقه الدخيله على وجه الخصوص، نعم، وقلت له ان التيار السلفي بيعلن ان هؤلاء الفتيات موجودين، وهو يعني بيعتقد ان حتى لو كان قُصر طالما طبقا للشريعه حسب مفهومهم ان يجوز اشهار اسلامهم ويجوز تزويجهم. فالحقيقه كان رد وزير ومدير مصلحه الاعم والامن العام انذاك اللي هو احمد حلمي، وايضا وزير الداخليه، وجاء حتى على قناه التحرير هذا الكلام، قال ان احنا يعني لا نستطيع ان نصل الى هؤلاء حتى وان كنا عارفينهم. وده الحقيقه بيبين مدى عجز الامن عن الوصول ومعرفه الجاني، ولم يتحركوا الى هذا الحد. ايضا احنا كمان من خلال القناه عندكم بنوجه رساله الى السيد وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم، وخاصه اللي له مواقف الحقيقه بعد تقريبا 6 مشهود ليها وقويه، ارجو ان يعني يوجه اهتمامه بعض الشيء الى ملف الفتيات المسيحيات القاصرات المختطفات والتي اجبرنا على اشهار الاسلام. يعني واحنا بنقول له الاماكن معروفه ومين الموجودين ومين، وفي اماكن في عين شمس، وفي اماكن في المنيا، وفي اماكن في الدخيله في اسكندريه، وفي اماكن في بني سويف، في الاماكن دي معروفه وهم بيجاهروا بيها، بيقولوا ده يعني حاجه شرعا ومعروفه يعني. فاما في موضوع الصلاه من يوم 19 الكلام ده شيء كويس جدا، طبعا نصلي احنا لما نكون في ضيقه او في زنقه دائما احنا بنصلي ونصلي كل حين واتمنى، فده شيء مهم جدا. لكن المقام الاول مش مجرد الصلاه فقط، احنا كمواطنين احنا بنقول بنناشد الوزير داخليا، وربما يتلو المناشده دي يعني تصعيد اخر من وقفات احتجاجيه من رفع قضايا على وزير الداخليه طالما نحن نعلم اماكن هذه الفتيات. طب ده فيما يتعلق بالملف ده. طب دكتور نجيب اسمح لي، انا معايا كشف باسماء ال 11 بنت اللي هم المختفيين او المختطفين، من ضمنهم الطفله ساره اسحاء عبد الملك اللي هي فتاه الضبعه. احب اسال حضرتك يا دكتور نجيب، اين ساره؟ اين توجد ساره اسحاء عبد الملك؟ هذه الفتاه المختطفه منذ شهر نوفمبر او اكتوبر الماضي،
وقداسة البابا تودروس قال إن ما حدث مع سارة هو عار على وجه الوطن. أين توجد سارة يا دكتور نجيب؟ شوفها حضرتك، بص دي أنا بالإضافة مش عار وبس، دي جرائم، لأن القانون هنا لا يتيح الزواج إلا بعد 18 سنة، ولا يبيح شوف الإسلام حتى في الشريعة الإسلامية إلا عند 18 سنة أو 17 سنة، فكون البنت عندها 12 يعني دي جريمة بحد ذاتها. نعم. دي جريمة اغتصاب، دي جريمة هتك عرض، دي جريمة خطف قسري، دي جريمة امتناع عن يعني عن معرفة مصير إنسانة، كلها دي جرائم. يعني أنا بقول إن سارة أعتقد إن موجودة، سارة موجودة ما طلعتش من مصر، وأعتقد إن يعني إحنا يعني هنصعد هذا الأمر، وحتى إن وأيضا ملف البنات، وأنا بقولها الحكومة المصرية ملف البنات المصري المسيحيات القصر دي موجود على الملف على الأمم المتحدة ومائدة الاتحاد الأوروبي، وكفى عار إن دي أكبر جريمة في تاريخ الإنسانية. طيب. أن يتم خطف البنات القاصرات أكبر. طيب. جريمة. طيب. مش بالنسبة للكنيسة فقط وإنما. نعم. بالنسبة للإنسانية. طب دكتور نجيب، هل حضرتك تعتقد وانت كرجل قانون، هل تعتقد ان احنا محتاجين يكون في تشريع واضح يجرم هذه المساله وينص، لان كل دول العالم فيها تشريعات وقوانين بتجرم الاختفاء القسري لاي انسان سواء راجل او ست، وفي تشريعات بتجرم تغيير الهويه القسري، ده في تشريعات بتجرمه، هل احنا محتاجين منظومه تشريع في مصر محتاجه حاجه زي كده؟ بص، هو في تشريع جنائي بس فيما يتعلق ب يعني خطف البنت الأقل من 18 سنة، لكن للأسف الشديد هذا التشريع كعادته لا يطبق على في حالة خطف المسيحيات كعادته يعني. أوه. حتى في سن الحضانة لا يطبق، إذا الأب أشهر إسلام والكلام ده احنا قلناه 1500 مرة، إن الولد أو البنت الفتاة الصغيرة الطفلة يكون عندها 7 سنين أو 8 سنين، ورغم إن الحضانة تنتهي طبقا للقانون 185 عند بلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، لكن عند إشهار إسلام الزوج أو الزوجة يعني مجرد إشهار إسلام بيتم خط يعني نقل البنت أو الطفلة مباشرة إلى الأب الذي أشهر إسلام وليتربى مع زوجة يعني أبيها أو أبيها المسلمة، رغم أن أمها ما زالت على قيد الحياة. يا دكتور نجيب اسمح لي، أن يعني طب احنا بنتكلم عن بنات تم انتزاعهم من أسرهم، ما فيش حد أشهر إسلام، وده بنت عايشة في أسرتها اتخطف كده من أسرتها وحصل اللي حصل معاها، يعني طب ايه النتيجة يا دكتور؟ ايه الحل يا دكتور؟ يا أستاذ سامح، التشريع للأسف الشديد معطل بحكم المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور دي مادة صعبة جدا جدا، احنا رغم ان موافقتنا لكن دي مادة صعبة جدا للغاية. نعم. لان نعم. تفسر تفسير خاطئ جدا. نعم. وتستغل استغلال سيء جدا جدا. نعم. بيقولوا لا دي مادة لا تترك لحرية الأديان، لكن هم بيطبقوها، القضاء بيطبقوها غلط وبيفسروها غلط، ودي مشكلة خطيرة جدا. يجب ان يصدر تشريع ان فيما يتعلق بخطف البنات ايا كان البنت مسيحية او مسلمة، ويجب ايضا ان حتى تطبق شريعة العقد، طالما البنت مسيحية يعني لا يجوز بحال من الاحوال نقلها الى حضارة حد، ويجب ايضا ان تطبق ان مبدا الهوية الدينية ان. نعم. يعني يطبق القانون الذي يطبق على وقاعات ازدراء الاديان. تمام، شكرا دكتور نجيب جبرائيل، يعني رؤية حضرتك وضحت، واعتقد ان هذا الموضوع في حاجة الى جهد حقوقي كبير جدا، وحضرتك طبعا على رأس المنظمات الحقوقية اللي بتقوم بهذا الدور. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. في حقيقة طبعا ده من امن الموضوعات الموجعة في ضمير مصر، يعني النهاردة 11 فتاة انا معايا اساميهم لولا وقت البرنامج والمخرج بيلبين انه عايز يختم، ادي الاسماء: دميانة ايوب، نادية مكرم مهني، مارجريت امجد، سمر نجيب عبدو، امل عزيز، كريستين عبد السيد، لينا، سامي بولس، مريم ميلاد، سارة اسحاق عبد الملك، طبعا دي اشهر فتاة الضبعة، هلبيس، نبيل اسكندر، رانيا، رافت نجيب. هذا هو الكشف، 11 فتاة مسيحية تم اختطافهم، تم تغيير هوياتهم، اسف شديد، رغم ان في قوانين موجودة لكنها تطبق بطريقة انتقائية، القانون ما يطبقش على كل المواطنين، لما تختطف الفتاة المسيحية للاسف شديد يعني بيعطل القانون تحت دعاوى ومسميات اخرى. ربنا يعني يحفظنا ويجنبنا شر المستخبي. الموضوع ده في حاجة إلى نضار وإلى حاجة إلى كفاح وإلى جهات كبير جدا. أتعشم يعني أن يكون في للأسف شديد، إذا كان في رغبة فعلا أن يكون في عندنا دولة مدنية، دولة ديمقراطية حديثة، أسف ده إذا كان يعني أنا في حقيقة أنا مش عايز أقول أنا مش متفائل، يعني كثير من الناس يقولوا المفروض أنت تدينا جرعة اطمئنان وجرعة تفاؤل. دكتور نجيب كلامه كان واضح جدا دلوقتي في اللي هو بيتكلم فيه، لكن فين أجهزة الدولة؟ يعني النهاردة مصر بأجهزتها وشعبها اللي أسقط نظام الإخوان خايف من شوية سلفيين موجودين في قرية ولا في عزبة ولا في الدخيل ولا في مش عارف في الضبعة عشان خاطين بنت،
مش ده الدولة المصرية اللي بتنفذ عمليات من أدق وأخطر عمليات الأمنية في مصر، مش قادرين يخش يحرروا فتاة تم اغتصابها وتم هتك عرضها. أعتقد إن ده موضوع في حاجة إلى كثير من يعني من النقاش وكثير من البحث. ده كان ملخص الأهم ما تنشره صحافتنا الصادرة يوم الخميس 3 أكتوبر 2013. غدا تلتقون مع صحافة جديدة وأحداث جديدة، وشكرا على المتابعة.